اهلا بحضراتكم من جديد. الاستاذ عبد اللطيف المتوكل الناقد الرياضي المغربي ورئيس رابطه النقاد الرياضيين بالمغرب هو ضيفنا وضيف الاهلي. منور الدنيا. بارك الله فيك. مساء الخير. منورين مصر طبعا. بارك الله فيك. وبيتك هنا الاهلي. بارك الله فيك. نحن سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني مصر. اكيد. ارض الكنانه وايضا في قناه الاهلي. تحيه للمشاهدين الافاضل، جماهير الاهلي والمشاهدين الذين يتابعوننا من كل مكان. يعني طبعا بيتك طبعا وفي بلدك اكيد الثاني او الاول كمان لو تحب كمان، يعني واحد الشعب المصري والشعب المغربي دايما حاجه واحده، وان شاء الله نفضل كده على طول دايما واحده ان شاء الله كل الوطن العربي. بدايه بصفتك، مش هقول ناقد رياضه، بصفتك رئيس رابطه الصحفيين الرياضيين المغاربه، اقوى ما كتبت عن النادي الاهلي لو تفتكر؟ هو اولا النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، نادي كبير بتاريخه بألقابه بإنجازاته بالدور الريادي والطلائعي الذي لعبه على ليس فقط على مستوى مصر ولكن مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي. فهو دائما عندما نزور مصر لابد أن نكسب عن الأهلي. فآخر زيارة كانت منذ حوالي 3 أشهر 4 أشهر، وكنت برفقة زميلين صحفيين، وأذكر بالاسم زميل يوسف باصور الذي نشر تحقيقا حول نادي الأهلي في جريدة الأحداث المغربية عنوانه دولة الأهلي، وهذا لكي يؤكد شعبية وجماهيرية والمكانة والقيمة الحقيقية التي يكتسيها نادي الأهلي ليس فقط على مستوى مصر كما أسلفت، ولكن على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي. ذلك هو واحد من الأندية التي نفتخر بها، وأتمنى النادي الأهلي مثل الأندية الكبيرة فهي تمرض ولا تموت كما يقال، أتمنى النادي الأهلي أيضا أن يتجدد العطاء داخل النادي الأهلي، لأن هناك طاقات هناك كفاءات، ولابد للجماهير أن تصبر على الإدارة وأن تصبر على كل من يشتغل داخل النادي الأهلي من أجل إعطاء نفس جديد لنادي الأهلي الذي نتمنى له دائما أن يكون في الطليعة مثل الأندية الكبيرة في المغرب، الرجاء والوداد. أكيد. لذلك فهؤلاء نعتبرهم من الأندية الطلائعية. أكيد. التي يجب دائما أن تبقى في الصدارة وأن تبقى دائما في خدمة كرة القدم الإفريقية والعربية. أكيد أكيد أكيد، كلام محترم جدا وكلام جميل جدا. تعال ندخل في الأجواء الأفريقية، واللي أنت شفته جديد أو لمسته جديد في هذه البطولة تحديدا، تنظيميا إداريا افتتاحيا، اللي شفته جديد. أولا نحن لا يمكن أن ننسى بأن مصر هي واحدة من الدول التي أسست الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى جانب إثيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا. لذلك فتنظيم مصر لكأس إفريقيا فأعتقد بأنه مسألة عادية. مصر التي نظمت كأس إفريقيا في سنة 59 و74 و2086 و2006 هي عندها التجربة، ومصر بإمكانياتها بتجهيزاتها بملاعبها الرياضية ببنياتها الرياضية التحتية، أعتقد بأنه كنا نحن قبل أن يتم اختيار مصر كنا جد متيقنين بأن مصر ستكون في مستوى انتظارات مكونات كرة القدم في إفريقيا. لذلك فأعتقد بأنه كأس إفريقيا الأمم جاءت إلى الموطن الذي يستحق أن ينظمها. وإذا أقول بأن اليوم مصر رفعت السقف عالي، فاليوم السؤال الذي يجب أن نطرحه بعد نهاية هذه الدورة هو كيف ستنظم الدورات المقبلة في الكاميرون وفي غينيا وفي الكوت ديفوار. إذا أعتقد بشيء يشرف دول شمال إفريقيا، وأعتقد بأنه مصر كسبت هذا التحدي في ظرف زمني قياسي 4 أشهر. بالضبط. فأربعة أشهر ليست كافية لإيجاد أو لترتيب إجراءات بسيطة، فما بالك بتوفير الأسس والشروط الكفيلة بإنجاح تظاهرة من قمة كأس إفريقيا، علما أن العدد يرتفع، عدد المنتخبات من 16 إلى 24 منتخب، وهذا ليس بالأمر الهين. أضيف إلى هذا أن هذه الدورة دخلت التاريخ كما أسلفت، لأنه ارتفع العدد ومصر تم اختيارها في ظرف قياسي وفي ظروف نعرفه جميعا، حيثياتها وحساباتها وخلفيتها. ولكن أعتقد بأنه البطولة هي نجحت قبل أن تنطلق، والدليل هو الحفل الافتتاحي المبهر، الحفل الافتتاحي الذي كلنا رفعنا القبعة لمصر على هذا الحفل الافتتاحي المبهر الذي كما أسلفت يشرف إفريقيا. إفريقيا التي ناضلت وخاضت معارك من أجل أن تنظم كأس العالم، وتم إنصافها بمنح جنوب إفريقيا تنظيم دورة 2010. أعتقد بأنه اليوم ما تقدمه مصر
من تنظيم محكم، وما تقدم أيضا من صورة جميلة عن الرياضة، الرياضة التي تجمع ولا تفرق، الرياضة تحقق التقارب، تحقق التعايش، تحقق التسامح. لذلك أعتقد بأنه دورة مشرقة ودورة ناجحة بكل تأكيد. الجانب التنظيمي جانب محكم، هناك مجموعة من المبادرات، هناك مجموعة من الإجراءات غير المألوفة مثل نظام تذكرتي. أعتقد بأن كلها أمور تخدم مستقبل كأس إفريقيا للأمم. يعني عايز أقول لحضرتك أن من أجمل الإجابات اللي سمعتها بصراحة على سؤالي شفت إزاي التنظيم وكده، حضرتك جاوبت من أجمل الإجابات اللي دخلت وداني وقلبي بصراحة. أشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله نفضل كده كلنا كده وجهة مشرفة لأي حدث بنمثله في أي دولة عربية إن شاء الله. بكل تأكيد، فأعتقد بأنه قرار رفع عدد المنتخبات إلى 24 منتخب، وأعتقد بأنه يصب في مصلحة تطوير كرة القدم الإفريقية، ولكن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هي أيضا يجب أن تجدد آلياتها وطرق اشتغالها وأن تبحث عن توسيع مواردها المالية. يعني اليوم نعرف بأنه من السهل أن ترفع عدد المنتخبات، ولكن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كمنظمة مسؤولة عن تدبير كرة القدم في إفريقيا يجب أن تمنح الدعم وأن تحفز دول جنوب الصحراء على تجديد هياكلها وعلى بناء المنشآت وبناء المرافق الرياضية. لأن كما أسلفت اليوم هذه دورة دخلت التاريخ، دخلت التاريخ، لأنه أولا 24 منتخب، ونسيت أن أقول لك بأنه هذه أول دورة تنظم خارج فصل الفترة الاعتيادية اللي هو فصل الشتاء، تنظم في فصل الصيف. والسؤال المطروح، رغم أنه بعض الدول يكون عند المناخ الاستوائي في فصل الصيف ما يكونش عندها فصل الصيف، ولكن اعتقد بان الاكثريه الاغلبيه ديال الدول هي يكون عندها فصل الصيف حار. اعتقد بان هذا الاكراه يجب البحث عن حلول، لانه انا من وجهه نظري انا كنت افضل ان تبقى كاس افريقيا للامم في شهر يناير، ولكن هناك اعتبارات وهناك حسابات وهناك ضغوط فرضت الانتقال من فتره الشتاء الى فتره الصيف. ولكن اعتقد بان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كمنظمة مسؤولة عن تطوير كرة القدم الإفريقية يجب أن تطور آليات اشتغالية، ويجب أن تبحث عن موارد مالية إضافية من أجل تحفيز الدول جنوب الصحراء على تنظيم كأس إفريقيا للأمم، وتكون الدورات المقبلة هي أيضا دورات في المستوى العالي. تمام، هرجع بس النقطة، لأن حضرتك خالفت آراء كتير جدا، كله بيقول إحنا مبسوطين البطولة أفريقيا لعبت في هذا التوقيت عشان تفرغ اللعيبه، واللعيبه تبقى حاطه دماغها في البطوله بس مش عايز يخلص ويجري على النادي. لكن حضرتك بتقول انت بتفضل انها كانت تكون في شهر يناير. ادي وجهه نظري الشخصيه. قول لي ليه. انا اقول لك ليه. اولا فصل الصيف شفنا درجه الحراره. قصدك طقس؟ طقس. اوكي. الطقس يلعب عنده دور سلبي. عنده تاثير سلبي على عطاءات اللاعبين. انا اعتقد بانه يجب ان نشبه اوروبا. قارة إفريقيا لا يمكن أن تشبه أوروبا في كل شيء. بالزبط. فهناك خصوصية تتعلق بالقارة الإفريقية، هذه الخصوصية يجب أن تحترم، لأنه حتى المسألة المتعلقة بتسريح الأندية الأوروبية للاعبها فهناك قانون الفيفا الذي يلزم الأندية بالتخلي عن لاعبها لفائدة منتخبات بلادها. كلما كان هناك مباراة رسمية أو مباراة تندرج في إطار تواريخ الفيفا، أعتقد بأن هذه المسألة غير مطروحة، ولكن أتمنى أن أكون مخطئاً. لا أتمنى لا أن تكون، هذه وجهة نظري. ممكن يكون في حاجة فعلاً أنا يعني عايز أعرفها. إحنا كلنا بنقول إيه، أخيراً اللعيبة هتتفرغ بقى للبطولة ونشوف فعلاً تحديات بجد. حضرتك عارف اللعيب بيبقى عايز يخلص عشان يلحق ناديه. تماماً. حضرتك عارف طبعاً مفيش وجه مقارنة. فاللعيب بيبقى دماغه وفكره كله إن أنا أخلص بسرعة عشان أروح لنادية تاني، والبطولة بقى إنجلترا في أسبانيا في أياً كان هو محترف فين. لكن دلوقتي مفيش حاجه وراك، فدينا بقى ادينا اللي احنا عايزينه منك. لكن حكايه الطقس خلينا نناقشك فيها برضو، لان ده سؤال اتكلم فيه الناس كتير في مصر كمان الشارع الرياضي المصري. اعتقد ان الطقس الافريقي بشكل عام يعني حر عن هنا كمان عن مصر، تمام، باستثناء الدول الشمال افريقيا، مصر والجزائر وتونس والمغرب، يعني بقى عندنا الجو لطيف شويه. تمام. في الشتاء ما عادش دلوقتي بقى حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. تمام. الوقت معظم وقت السنه بقى حر بجد. تماما. ولنا ان نتصور المنتخبات الافريقيه اعتقد اكثر، ولنا ان نتصور الظروف التي تجري فيها المباريات الدورات المقبله في جنوب الصحراء. بالضبط. درجه الحراره. بالضبط. مستوياتها تكون عاليه، واعتقد في تاثير. اعتقد بانه لو تم الابقاء على 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 التظاهره في شهر يناير سيكون افضل، ولكن نتمنى ان وجهه نظر ديالي تكون مخطئه، ونتمنى ان الدورات المقبله تثبت عكس ما قلته.
لان هناك تاثير سلبي على عطاء اللاعبين، لان درجه الحراره تصل الى مستويات اللي قياسيه، مستويات عاليه. ولذلك انا نتمنى ان اول شيء هو ان يتم تطوير المنشات الرياضيه، وان تكون الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كما اسلفت ان تواكب وان تصاحب دول جنوب الصحراء، لانه الدوله التي تريد من اليوم ان تتقدم بملف ترشيحها لتنظيم كاس افريقيا الامم يجب ان تحفزها على تنظيم هذا الاستحقاق القاري، يجب ان تربح من وراء هذا الاستحقاق المالي منشات، لان عندما تترشح فانت تجدد منشاتك الرياضيه، تحاول ان تبني منشات رياضيه جديده حتى تستجيب للمعايير والشروط. لذلك نتمنى انا اقول هذا من حسن الحظ ان الدوره نظمت في مصر. الدورات المقبله هناك تحدي كبير، اتمنى ان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم تكون على وعي تام بهذه التحديات وبالاكراهات التي تفرض ان تواكب وان ترافق الدول التي ستنظم مستقبلا كاس افريقيا للامم. ان شاء الله يا رب. والحلول احنا مش مطالبين احنا نقول حلول، اكيد الحلول يعني مش عايز اقول بيخلقها، لكن هم لازم يدوروا على حلول عشان الكلام بتقول لحضرتك ده. تعال نتكلم على دور الروابط الرياضيه بصفه حضرتك رئيس رابطه في بلد كبير زي المغرب، هل الروابط مؤثرة بالفعل ولا الروابط بتكون في الأغلب أسماء فقط؟ يعني سؤال صريح شوي. سؤال مهم، سؤال وجيه، لأنه تعرف اليوم نحن في عصر العولمة، في عصر المعلومة، في عصر التكنولوجيا، التكنولوجيا والوسائل التواصل، وسائل التواصل أكيد. اليوم كل محب، كل جمهور هو في أصبح فيه نقاد، أصبحوا صحفيين، كل نقاد يكتبون، ينتقدون، يحللون، أصبحوا يزاحمون الصحفي. لذلك أعتقد بأنه نحن اليوم في مرحلة تستوجب على الصحفي وعلى الناقد الرياضي وعلى مكونات الجسم الإعلامي الرياضي في كل دولة، يجب على هؤلاء الإعلاميين أن ينتصروا دائما للمقاربة الأخلاقية. جميل. وأيضا يجب أن يتشبثوا بأخلاقيات مهنة الصحافة. جميل. وبمقتضيات مهنة الصحافة يجب دائما أن أعبر عن رأيي بطريقة محترمة، ويجب أن أتفاعل مع الآخر أيضا بطريقة محترمة. لا يهم إن كان الطرف الآخر كان قاسيا معي أو خرج عن النص أو تعامل معي بأسلوب غير مؤدب أو غير رياضي أو كذا، ولكن أنا كإعلامي يجب دائما أن أكون رافعا للواء الوعي، لواء التثقيف، لواء التحسيس بأهمية الرياضة، لأن الرياضة هي تتأسس على مجموعة من القيم، مجموعة من الأخلاق الرياضية. لذلك أعتقد بأنه في خضم هذه الثورة المعلوماتية وفي خضم الدور الكبير الذي تلعبه اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، أعتقد بأن الصحفي أولا سيكون قويا وسيكون نموذجيا ببحثه عن المعلومة الصحيحة، بنشره للأخبار الصحيحة، بتقديمه للرأي والرأي الآخر في كل قضية. هذه ميزة الصحفي. لا يمكن أن تجد واحد مواطن بسيط عنده حساب في موقع للتواصل الاجتماعي، في موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، تجده يبحث عن رأي ورأي آخر. ولكن الإعلامي بحكم مهنته، بحكم الأخلاق والقوانين التي تؤطر هذه المهنة، يجب دائما أن يتشبث بهذه القيم وبهذه المقتضيات التي تنظم الحقل الإعلامي، ويجب أيضا دائما أن ننتصر للحوار، ويجب دائما أن ننتصر للأدب في الحوار، ويجب دائما أن يبحث عن الرفع من الوعي، وأيضا أن يساهم في تخليق المشهد الرياضي. جميل. فلا يمكن أن أكون أنا مثل واحد عادي جالس في مقهى أو جالس في بيت ويتفاعل عن طريق العاطفة أو كذا، يحب هذا النادي أو يحب هذا اللاعب أو يدافع عن هذا المدرب وكذا، ولكن أنا كإعلامي يجب دائما أن أكون في مستوى المهنة وأن أكون أيضا في مستوى تطلعات هذه الجماهير الرياضية. جميل. هذه الجماهير الرياضية أنا محترفة، تشاهد أرقى البطولات في العالم، تتابع كل صغيرة وكبيرة، فنحن أمام جماهير رياضية العقلية اختلفت خالص، عقلية اختلفت، وجماهير رياضية عندها ثقافة رياضية، ونحن أيضا يجب أن تكون ثقافتنا عالية، ويجب أن نسير هذا التطور بشكل فعال وبشكل يخدم تطوير الرياضة بشكل عام. جميل قوي. علشان نطلب من الصحفي أن هو يكون، ألخص كلام حضرتك في جملة، أن هو يكون لابس البدلة الصحافة، صحافي، وأن يكون محايدا، اللي هو الشكل المفروض يكون عليه الحياد الإيجابي. طيب عشان نخليه كده أكيد هنوفر له حاجات عشان يبقى كده. طبعا. هل الحاجات دي موفرة بالفعل ولا في حاجات يعني بيفتقدها الصحفي؟ للأسف هي
اتفق معك، هي للاسف غير متوفره بالشكل المطلوب بالشكل الضروري، هي غير متوفره. ولكن لا اعتقد بانه شغف اي انسان بالمهنه التي يمتهنها يمكن ان يعرقل هذا الجانب المتعلق بقله الاحتياجات وبقله الامكانيات وبقله وسائل العمل وبغياب ادوات التحفيز ووسائل التحفيز. لا، انا عندما امتهن مهنه ما فانا امتهنها عن قناعه وعن اختيار وعن اراده. لابد من التضحيه، لابد من نكران الذات. اذا استغرقنا فقط في المساله المتعلقه بقله الامكانيات بغياب الوسائل بغياب التحفيز بالشغال في ظروف اللي هي تكون عاده صعبه، لا يمكن ان نتقدم. ولهذا لابد من الصبر ولابد من تطوير العطاء ولابد من ان نصبر وان نستمر في القيام بواجبنا المهني بالصوره التي لنا. اهم شيء اليوم انا كاعلامي اهم صوره ابحث عن ربحها او الرهان الذي ابحث عن ربحها. ما هو هذا الرهان؟ هو رهان تقديم صوره محترمه عن الاعلام الرياضي. انا اريد دائما ان اقدم صوره جديره بنا كاعلاميين، لان هناك شوف كاي مهنه هناك الصالح وهناك الطالح. هناك من يساهم في تطوير هذه المهنه وهناك من يساهم في الإساءة إليها. لذلك فنحن نحاول كرابطة للنقاد الرياضيين في المغرب نحاول أن نساهم في تقديم صورة إيجابية عن الإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي الذي يقرأ يتتبع ينصت ويطرح الأسئلة. لأن هناك بعض المسؤولين يريدون من الصحفي أن يكون تابعا، ولك المسيرين وبعض الإداريين يريد أن علاقته مع الإعلام تكون علاقة مبنية على التبعية. التبعية فقط لكي تزودني بخبر، لكي تزودني بمعلومة، يجب أن أساير مزاجك ويجب أن أساير حساباتي. أنا مبسوط منك تماما، ولكن أنا كإعلامي يجب علاقة مع الآخر تكون علاقة مبنية على الاحترام وعلى التقدير، ولكن يجب علي كإعلامي أن أمارس الدور المطلوب مني كصحفي في ممارسة النقد البناء وفي طرح الأسئلة المشروعة. هذا هو الدور الصحفي. أما اليوم الخبر هو متاح، الخبر اليوم موجود في كل مكان، هناك الأخبار متداولة. يمكن تجد مواطن بسيط عنده معلومة يستبق صحفي في الوصول إلى المعلومة، ولكن الصحفي قوته في طرح الأسئلة في الدراسة في التحليل وفي نقل الآراء المختلفة حول قضية معينة. جميل قوي، بحييك. يعني حضرتك لا ما أنكرتش أن الصحفي فيه فعلا اليوم حقوق مهضومة، وكمان بس لازم في المقابل أن هو ما يشتغلش على كده ويشتغل على إنكار الذات، أو هو لو عايز يكون صحفي كويس لازم يشتغل على إنكار الذات. أنا بحييك جدا. تعرف أخي الكريم لماذا؟ لأن الصحفي سيجد دائما مبررات، سيركب على هذا المعطى وسيتخذه كمبرر. أي حد ممكن يلاقي مبرر. مبرر النجاح مش هيدور على مبرر. ولكن لا يجب أن أبحث عن مبررات. بالزبط. يجب أن أجتهد ويجب أن أضحي من أجل أن أطور إمكانياتي الذاتية، ومن أجل أن أكون نموذجا يحتذى به لدى الصحفيين الرياضيين وخاصة لدى الصحفيين الرياضيين الشباب. حضرتك عممها على كل المجالات مش على الصحافة بس. يعني فعلا حقيقي جدا. تعال ندخل تاني في أفريقيا، وشايف أهم، خلينا نتكلم في السلبيات قبل الإيجابيات. السلبيات اللي شفتها في المباراة اللي لعبت بالفعل. السلبيات هي محدودة، ممكن بعض المباريات ما كانش فيها إقبال جماهيري كبير. شفنا المباريات اللي فيها إقبال جماهير، المباريات المتعلقة بالمنتخب المصري هناك إقبال جماهيري كبير. هذه من بين الأمور اللي هي عادية جدا. فنحن أمام أول دورة تلعب ب 24 منتخب، فنحن جئنا بأمر جديد، وهذا أمر جديد لا يمكن أن نحكم عليه في البداية. تمام. ولكن على كل حال أعتقد بأنه الإيجابيات هي كثيرة جدا. أتفضل. مقارنة بعض السلبيات التي هناك، وهذا ما أحيي عليه القائمين على تنظيم كأس إفريقيا للأمم في مصر، هناك تتبع دقيق لكل الجزئيات الصغيرة. هذه الجزئيات تماما من أجل معالجتها وتطويرها. هناك مشاكل اعترضت بعض الجماهير فيما يخص نظام تذكيرتي وكذا، ولكن نلمس أن هناك تجاوبا، هناك متابعة دقيقة لكل المشاكل التي تعترض أي جمهور من أجل البحث عن حلول تمكن، خاصة بالنسبة للجماهير التي تأتي من خارج مصر. فهذه الجماهير لا يعقل التي تتحمل أعباء السفر عبر الطائرة وتأتي إلى مصر. أعتقد أن هذه الجماهير التي تأتي من خارج مصر يجب أن تعطاها العناية الكاملة حتى تستطيع أن تلج إلى الملاعب لمتابعة المباريات وتشجيع منتخبات بلادها. أكيد. الأهم اللي حضرتك قلته أن بدور على السلبية عشان نعالجها بسرعة جدا.
يعني حضرتك اكيد يعني حد بمستواك الاعلامي والصحافي كمان استاذ عبد اللطيف متوكل، اكيد رايك هيبقى مهم جدا ان احنا نعرف السلبيات الحاجه وشفتها بعينيك اللي لمستها عشان نحلها بسرعه جدا. وطبعا كل التحيه وتقدير لمحمد فضل مدير هذه البطوله وكل فريق العمل بصراحه اللي بنحييهم تحيه كبيره جدا وفخورين كلنا بيكم بصراحه ان البطوله على الوجه الامثل وعلى لسان ناس كبيره زي الاستاذ عبد اللطيف متوكل يعني بيشيدوا بهذه البطوله تحديدا. تعال نتكلم في الكوره وشفت المستوى الفني بشكل عام قبل ما نتكلم بقى في الفرق بعينها. اعتقد بان المستوى الفني هو مستوى جيد جدا، فباستثناء بعض المباريات التي انتهت في الدور الاول بصفر لمثلي بنتيجه سلبيه كان مستوى متذبذب، ولكن اغلبيه المباريات عرفت مستويات فنيه عاليه. كانت هناك نديه وكانت هناك مباريات كبيره في كل المجموعات، ولكن كانت هناك بعض المباريات التي هي للنسيان، مباريات للنسيان تحكمت فيها حسابات العبور الى الدور الثاني. ولكن اعتقد بان شفنا مباريات كبيره، مباراه مصر مع الكونغو الديمقراطيه كانت مباراه كبيره، مباراه مصر مع اوغندا، مباراه المغرب مع الكوت ديفوار، كانت مباراه غانا والكاميرون كانت مباراه عاليه المستوى فعلا. فكان هناك مجموعه من المباريات اللي افرزت مستوى فنيا جد 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 ايجابي. واعتقد بانه هناك من يقول بان كاس افريقيا الامم ستنطلق مع دور ثمن النهايه، لا، كاس افريقيا بدات ب 24 منتخب، شيء طبيعي انه عندما نمر الى دور 16 ان المستوى سيرتفع، لان هذه المنتخبات التي تاهلت هي جميعها منتخبات قويه. تمام. بغض النظر عن المنتخبات التي تاهلت عن طريق احسن التواليت، ولكن هذه المنتخبات جميعا هي منتخبات قويه، ولا يمكن ان نحكم على اي فريق بانه سيخسر قبل ان تنطلق المباراه او سيخسر بحصه ثقيله، فلا، فالمستويات هي جد متقاربه. وهذه وكره القدم، وانت كلاعب سابق كره القدم تلعب على الجزئيات البسيطه، والذي يستغل تلك الجزئيات البسيطه هو الذي يصنع الفارق. شفنا المنتخب المصري، رغم ان المصريين كلهم غير مرتاحين لعطاء المنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري كان ذكيا في التعامل مع المباريات، انه الفرص التي تتاح له لا يضيعها، فهذا هو المنتخب الجيد، المنتخب الذي لا يضيع الفرص ولا يهم ان كنت تتلقى ضغطا من الفريق المنافس وكنت تحملت. امتى بتقول انا اسف ان انا بقطعك، بس بقطعك يعني الحوار معاك تحفه بصراحه، انا مبسوط جدا ان انا بحاور حضرتك. أيضا امتى بتقول ان المنتخب، اي منتخب مش مصري بس او المغربي بس، ده منتخب ذكي او مدير فني ذكي، ولا ده جت كده معاهم؟ يعني امتى بتقول المنتخب خد اللي هو عايزه المباراه؟ تماما. هو واقف على ارض صلبه، عارف هو بيعمل ايه، وخد اللي هو عايزه باقل مجهود. وامتى تقول لا ده هي مشيت كده؟ هو انا اتفق معاك، فهو المدرب الذكي والذي يعرف كيف يخرج من المباراه بالنتيجه، لان ما الذي يريده الجمهور؟ هل يريد الاداء ام النتيجه؟ النتيجه يريدهما معا، يعني يريد الاداء. يعني لو خيرته هيقول لك النتيجه، لكن هو عايز الاثنين. هو يريد الاثنين، لكن صعب. لا يمكن. شفنا منتخب الكونغو الديمقراطي مع مصر قدم مباراه كبيره فعلا. انا شخصيا تفاجات كيف لمنتخب الكونغو الديمقراطي بهذه التركيبه البشريه الكبيره وبهذا العطاء كيف خسر امام اوغندا بهدفين لصفر. فمنتخب الكونغو الديمقراطي ادى مباراه كبيره، ولكن سيلا كل من يلعب بشكل جيد ينتصر، او كل من يستحوذ او يسيطر هو الذي ينتصر. جميل. هنا يكمن ذكاء المدرب. اعتقد بانه الواقعيه التي هي التي تتحكم في تدبير كل مباراه. المدرب الذي لا يتسلح بالواقعيه ويتعامل مع كل مباراه على حده، نحن في بطوله تفرض عليك ان تدخلها وان تلعب كل مباراه على حده وان تذهب بشكل تدريجي. اعتقد التخوف مشروع، ليس فقط على المنتخب المصري، المنتخب المغربي، المنتخبات الاخرى، ولكن النتيجه في نهايه المطاف هي الفيصل، النتيجه هي التي تحكم. واعتقد بانه المنتخب المصري لاقى صعوبات وسيلاقي مزيدا من الصعوبات، ولكن اعتقد بانه الجماهير المصريه التي تحج بكثافه الى الملعب وتساند الفريق فتقدم دعم كبير للاعبين، علما ان اللاعبين، انت كلاعب هناك ضغوطات على اللاعبين اكيد،
نحن نتمنى ان اللاعبين المنتخب المصري يتحرروا من الضغوطات، فهذه الضغوطات ممكن التي تجعلهم يرتكبون اخطاء في تمرير الكرات عندما يستعيدون الكره من المنافس، وتكون هناك اخطاء. اذا قمنا باحصائيات مثلا في المباراه الاخيره ضد اوغندا، فالمنتخب المصري كانت هناك عدد كبير من التمريرات الخاطئه في وسط الميدان، وهذا كله يمكن تفسيره بان اللاعبين يشعرون بحجم المسؤوليه، بثقل المسؤوليه، وهذا ثقل المسؤوليه اعتقد بانه يؤثر عليهم سلبا، ولكن هم يستعيدون عافيتهم عن طريق مجموعه من اللاعبين المتميزين كمحمد صلاح وتريزيجي، وهذا لاعبين يستطيعون ان يصنعوا الفارق. واعتقد ان ايضا ينطبق على المنتخب المغربي وعلى المنتخب الجزائري، رغم انه ظهر بصوره قويه، فريق سيطر في جميع المباريات التي لعبها، ولكن كل منتخب، منتخب الكاميرون، منتخب غانا، منتخب مغربي، منتخب مصري، كل منتخب عنده مميزاته وعنده خصائصه وحياته. أكيد. وكل مدرب أعتقد بأنه عارف بأنه ما الذي عليه أن يعمل على معالجته وتصحيحه، خاصة الدور المقبل لا مجال فيه للخطأ. أكيد. لكن تعالى حضرتك تتكلم في حاجات مهمة جدا، تتكلم على حجم الضغوطات. هل وسائل التواصل اللي كترت قوي دي بتزود من حجم الضغوطات، خصوصا كل اللعيب دلوقتي ماشي بالتليفون في ايده، عنده فيسبوك، عنده تويتر، عنده واتساب، عنده ايا كان وسائل التواصل اللي هو بيستخدمها، فبيشوف دايما ردود الافعال. هل زادت؟ هل المفروض اللعيب يفضل يشوف؟ هل ناخد التليفونات؟ ايه الحلول؟ انا مع خيار سحب التليفونات من اللاعبين. انا بالنسبه للاعب عندما يكون في معسكر، في تجمع تدريبي، يجب ان يكون ذهنه متفرغا للمهمه الموكوله اليه. عندما يكون مشغولا بالهاتف وبالدخول وسائل التواصل الاجتماعي فتؤثر عليه بشكل سلبي. أكيد. حتى لو قال لك انا محصن، انا صاحب، انا اثق في نفسي وفي قدراتي وعندي شخصيه قويه، لا، ستتاثر. أكيد. عندما تسمع تعليقا سيئا، عندما تسمع كلاما سيئا، عندما يصدر من 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 افراد في الفيسبوك او في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اي خطاب، اي كلمه، فهي تؤثر عليك بشكل سلبي. وهذا اعتقد بانه من الافضل ان اللاعبين يكونوا مركزين في تجمعاتهم التدريبيه، وان يكون فقط همهم الاساسي هو ان ياكلوا جيدا ويشربوا جيدا ويناموا جيدا ويتدربون بشكل جيد ويركزون على المطلوب منهم حتى لا ذهنهم يتشتت. فاعتقد بان اللاعب عندما يكون منشغلا في كل دقيقه، في كل ربع ساعه، في كل ساعه يدخل الى حسابه يطالع لكي يسمع ماذا يقول الشارع، هناك الاعلام الحمد لله، كاين التلفزيون. التلفزيون نسمع الاراء المحللين في التلفزيون، والمحللين هم جزء من المجتمع، هم جزء من، فهذا المحلل فهو ايضا جمهور، يمثل راي الجمهور، فالمحللون هم ينقلون هموم وتساؤلات الجمهور. لذلك انا اعتقد بان اللاعب يجب ان يتفرغ للمهمه الموكوله اليه، ويجب ان يبني جدارا سميكا بينه وبين ما يشاع في الخارج. طب هل احنا برضو بمنتهى المصداقيه، هل احنا ممكن ان احنا نقول للعيب مثلا كبير في منتخب مصر، منتخب مغربي، هات تليفونك؟ هو كلاعب محترف يجب ان ينضبط، وكلاعب محترف لانه مثلا هناك بعض اللاعبين تصدر منهم تصرفات وانت تتساءل مع نفسك، هل يمكن لهذا اللاعب ان يرتكب نفس الحماقات وهو في ناديه لا الذي يلعب معه في اوروبا؟ هل لا يستطيع؟ فلماذا في انت في ضوابط انت مع المنتخب لفتره زمنيه محدده معينه، يجب ان تكون نموذجا في الالتزام، في الانضباط، وهذه الاشياء هي في مصلحتك. أكيد. ليست في هي في مصلحتك انت. أكيد. لانك عندما تنام وانت متحرر من المشاكل. اعطيك كمثال، الان المنتخب المغربي، وهذه طريقه سنتها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اللاعبين الان ياتون معهم زوجاتهم واسرهم. هناك لاعبين جاءوا معهم زوجاتهم واولادهم وابائهم وامهاتهم، لكي دائما اللاعب يحس بهذاك الدفء العائلي، وهذا الدفء العائلي يلعب دور مهم جدا. من زمان يا استاذ عاطف، المنتخبات الاوروبيه عملوا كده، واحنا كنا ازاي بياخدوا مراتهم معاهم، زوجاتهم معاهم. فلا يمكن انت لاعب ان تحرمه من الهاتف، وتحرمه من التواصل مع العالم الافتراضي، وحتى مع وسطه الاجتماعي تعمل له قطيعه. لا. جميل. اعتقد بانه هذه فكره جيده تستطيع ان تكسر الروتين اليومي للاعب،
وهو في تجمع التدريبي. فلا بد عندما يكون يشاهد زوجته، يشاهد أمه، والده، وأبناءه معه، يشاهدهم في الملعب، يحفزونه معه، مع يقطنون معه في نفس الفندق، أعتقد أنه يكون عنده تأثير إيجابي على عطاء اللاعب. منتخبات كبيرة عملت كده، يعني منتخبات كبيرة جدا عملت كده قبل كده، طريقة إيجابية. بالضبط بالضبط. إمتى الأستاذ عبد اللطيف بصفتك وبشخصك بتنتقد؟ في الوقت المناسب. يعني لو بطولة زي دي وشفت رينارد مثلا الدنيا مش ماشية معاه، تغييراته مش صح، أنا بتكلم في العموم، شوف بتنتقد إزاي أو بتوصل رسالة إزاي؟ هو دائما نحن كإعلاميين يجب دائما نحترم اختيارات المدرب. إلى أعطيتي ورقة لأي صحفي هو اللي يكتب للتشكيلة التي تريد أن تكون، كل واحد يكتب تشكيلته، ولكن المدرب هو أدرى بعمله، هو أدرى باختياراته، هو أدرى بعلاقته مع اللاعبين. وأنا أقول لك ميزة عن في المنتخب المغربي، أن هذه المجموعة من اختار؟ اختار رونار، وهذه المجموعة هو يرى فيها بأن القابلية لتطبيق أسلوب عمله، لتطبيق الخطة المرسومة. فهذه المجموعة أعتبرها كتيبة، كتيبة يرى فيها رونار القدرة على استيعاب خطابه، وعلى استيعاب طريقة عمله، وعلى استيعاب أيضا خططه وطريقة وأسلوب عمله. لذلك لا أعتقد بأنه هذا الجانب المتعلق بممارسة النقد في حق المدرب، ليس هناك مدرب لا يتعرض للنقد. احنا شفنا في كأس العالم 98 إيمي جاكي قاد المنتخب الفرنسي إلى الفوز بكأس العالم، وانتقد، وقبل انطلاق كأس العالم الصحافة الفرنسية تنتقد بشدة بالزبط. وبقسوة إيمي جاكي، وفاز في نهاية المطاف بكأس العالم. لذلك أعتقد بأنه أي مدرب معرض للضغط، غير هناك مدربين لا يتقبلون هذه الانتقادات ويعتبرونها بأن هناك تحامل، هناك تجني، هناك مثلا مواقف وأحكام جاهزة من عمله. لذلك أعتقد بأن المدرب الناجح والمدرب الذي ينصت إلى جميع الآراء، ينصت إلى جميع الانتقادات حتى لو لم يعمل بها، فأهم شيء هو أنك أنت مدرب في مجال كرة القدم، وهذه الجماهير التي كلها تتفرج، كل فرد منها هو مدرب، هو أيضا عنده نظرة للأشياء، يطالب، يحتاج على تغيير هذا اللاعب، لماذا أدخلت هذا اللاعب ولم تدخل هذا اللاعب، لماذا غيرت هذا اللاعب وتركت اللاعب الفلاني. ولكن نحن كإعلاميين نحاول أن نوصل رسالة إلى الجمهور بأنه أنا كإعلامي لا يمكنني أن أنتقد اختيارات المدرب فقط لأنه لا تتماشى مع منظوري الشخصي، لكن المدرب هو القريب من اللاعبين، والنتيجة هي الفيصل، النتيجة هي التي ستحكم على اختيارات المدرب، هل كانت اختيارات صحيحة أم غير صحيحة. تمام. لكن لما تشوف واحد اجتمع عليه الناس كلها أنه لازم ينضم للمنتخب والمدرب ما خدوش، برضو بتسيب الحرية المطلقة؟ لا، أحترم المدرب. تمام. أنا أعطيك مثلا قصة حمد الله. حمد الله كلنا كمغاربة نتمنى أن يكون في المنتخب المغربي، ولكن في نهاية المطاف حمد الله غادر تجمع المنتخب المغربي لأنه لم يحس بأنه منسجم مع المجموعة. فأعتقد بأنه أحسن وأجمل ما فعله حمد الله هو أنه خرج وترك المنتخب المغربي، لأنه هو خرج. أنا مش هسأل أسئلة يعني اللي بين السطور يعني، لكن هو خرج خروج عادي ولا كان في مشكلة؟ لا، غير عادي، لا غير عادي، هو لم يستطع أن يتأقلم مع الأجواء داخل المنتخب المغربي، ولاعب كبير. يعني ايه، يعني ايه لعيب منتخب مش عارف يتأقلم في العموم برضو، بلاش المغرب تحديدا، لأنه غاب عن المنتخب منذ مدة زمنية طويلة، فهو لم يكن في المنتخب منذ فترة قصيرة، فهو غاب مدة طويلة عن المنتخب المغربي. وهذه المجموعة، هذه المجموعة أغلبيتها شارك في دورة الجابون في 2017، حافظين بعض، فباستثناء بعض الأسماء القليلة، فحال أسامة الإدريسي وبوربيعة ويونس عبد الحميد، فأعتقد بأن أسماء قليلة، الأغلبية الساحقة من تشكيلة المنتخب المغربي شاركت في دورة الجابون. فعبد الرزاق أنا أحترم قراره، لأنه أيهما أفضل، أن يضحي هو بنفسه أم يتم اتهامه بأنه خلق البلبلة وشوش على المنتخب؟ لا، يضحي، من الأفضل يضحي بنفسه. أكيد. ولذلك أعتقد لو عمل كده يبقى ليه كل الاحترام. نحترم قراره، والمنتخب هو الآن ماضي نحو المهمة المقولة إليه، فلذلك نتمنى لعبد الرزاق مسار موفق
كلاعب، وايضا نتمنى للمنتخب المغربي الذي يمثل المغرب ككل، نتمنى له ان يذهب الى ابعد نقطه في هذه الدوره. تمام، هل حضرتك بصفتك رئيس رابطه الصحفيين ممكن تقول يا جماعه لا نخفف الضغط شويه، لا يعني بتتحكم في الاجواء العامه، ولا بتبقى سايب كل واحد على حريته؟ هو ولا شوف برضه بشكل عام بشكل دور رئيس الروابط عموما بشكل عام، كل مؤسسة إعلامية عندها خط تحريري، عندها طريقة العمل. أنا لا يمكنني أن أتحكم في مؤسسات إعلامية وفي خطها التحريري. لا مش قصدي تحكم بالمعنى الحرفي، نعم، اللي هو يعني بصفتي بحبي وبحبهم ليك بيبقى في دور كده؟ لا مفيش دور. الدور الذي يكون هو عن طريق كتاباتنا، ونحاول مثلا أعطيك مثال بسيط. المنتخب المغربي وهو يستعد لكأس إفريقيا الأمم خسر ضد غامبيا وضد زامبيا، فكان هناك تخوف مشروع، هناك من انتقد بشدة اللاعبين، وانتقد المدرب، وانتقد اختيارات المدرب، رغم أن الأمر يتعلق بمباريات إعدادية، مباريات ودية. لم تكن المباريات الإعدادية والودية في يوم من الأيام هي المعيار الحقيقي للحكم على عطاء اللاعبين، زي ما حصل هنا في مصر تماما. لذلك فأعتقد بأنه نحن كإعلاميين يجب أن نتعامل مع كل مباراة، كل مباراة هي مباراة إعدادية يجب أن تبقى في إطارها، تظهر بعض السلبيات، أعتقد بأنه هذا هو المطلوب من إجراء هذه المباريات الإعدادية. أكيد. فأعتقد بأن المدرب الذي لا يستفيد من المباريات الإعدادية، أنا أتمنى أن أخسر المباراة الإعدادية وأن أتي إلى المباراة الرسمية وأفوز فيها جميعا. حد يكره كده؟ يكره. فلذلك نحن كإعلاميين هذا هو الوعي الذي يجب أن يكون عندنا، وهذا الوعي هو لا يكتسب بطريقة فجائية وبطريقة تلقائية، يكتسب عن طريق التجربة وعن طريق الخبرة وعن طريق التأني وعن طريق التأمل وعن طريق الحذر. فأنا كإعلامي يجب دائما أن أكون حذرا. أكيد. لا يجب أن أطلق لساني وأطلق الكلام على عوايني بأي طريقة، لا، أنا كإعلامي يجب دائما أن أنضبط، يجب دائما أن أكون على وعي بكل كلمة أكتبها أو أتلفظ بها. فأنا كإعلامي يجب أن أساهم في البناء وليس في الهدم. كل مدرب له سلبيات وله إيجابيات، ولكن يجب أن ننتظر، أنا أقولها دائما، يجب أن ننتظر الوقت المناسب لإصدار الأحكام ولممارسة النقد. ولكن على كل حال فالمدربون يختلفون، كل مدرب وشخصيته. هناك من مدرب لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه ولا يمكن أن يقبل بأي نقد، وهناك مدربون. أنا أعطيك مثال بسيط جدا، شفنا في لقاء صحفي جمال بلماضي كيف تعامل مع صحفية من السنغال ويتسأله عن التشكيلة التي سيلعب بها. فأعتقد بأنه حتى هناك مدربون في تعاملهم مع الإعلاميين يجب أن تكون معاملة مبنية على الاحترام. أكيد. ونحن ايضا كاعلاميين في هذه الندوه في هذا المؤتمر الصحفي، هناك اعلاميون كانوا يضحكون وسمعت قهقهات يضحكون على زميله تنتمي اليهم كاعلاميه، يضحكون لانها طرحت سؤالا بين قوسين لا يستحق ان يطرح. ولكن المدرب هو الذي يقدر الظروف ويتعامل مع الاعلامي حسب، لانه شوف انت تعقد لقاء صحفي، اعطيك مثال بسيط. هناك صحفي في أول لقاء صحفي لرونار قبل المباراة الأولى التي لعبناها ضد ناميبيا. أوكي. فهناك صحفي سأل رونار، قال له يقال بأنك تلقيت عروضا لتدريب منتخبات أخرى، فهل هذا السؤال يليق بالظرفية بالمناسبة؟ مش وقته. فهناك أشياء أتمنى نحن، هذا يدخل في إطار التكوين، وهذا نعمل عليه نحن في الرابطة المغربية الصحفيين الرياضيين، أننا عندنا برنامج سنوي ننظم فيه مجموعة من الأنشطة وننظم فيه مجموعة من الدورات التكوينية من أجل توعية الإعلاميين بطريقة العمل وبطريقة الاشتغال، لأن هناك أشياء بالفعل تسيء إلينا أكثر مما تخدمنا. بالضبط. المدرب بيبقى يعني قبل المباريات غير بعد المباريات، الأسئلة اللي بتطرح يعني أنا شايف حالته عاملة إزاي عشان يتقبل السؤال مني. تمام. عشان بعد كده أنت عارف أنا كمدرب بشوف الأستاذ عبد اللطيف بشوفه كل مؤتمر صحفي، أنا بعد كده أنا خلاص مش هرد عليك الرد طالما أنت بتديني أسئلة أساسا كل مرة مش مقنعة أو مش وقتها زي ما حضرتك بتقول أو مستفزة. بالظبط. تماما. لكن أكتر المدربين اللي شفتهم في المباريات اللي لعبت أقنعك شوية فنيا بصرف النظر هو كمل أو ما كملش؟ مدغشقر
الظاهره غامبيا المنتخب المغربي. لا يجب ان ننسى بانه المدرب المنتخب المغربي سجل في مباراتين في الدقيقه الاخيره امام ناميبيا وامام جنوب بالزبط. افريقيا. فالمنتخب الذي له القدره على قلب النتيجه والحكم يستعد لاطلاق صافره النهايه، اعتقد بان هذا منتخب يشتغل بطريقه جيده. هناك طريقه في العمل تحاول ان تقنع اللاعب بانه لا يجب ان يستسلم، لا يجب ان يرفع الرايه البيضاء، بل يجب ان يلعب وان يواظب في العطاء حتى ولو بقيت دقيقه او دقيقتين. اعتقد بانه مجموعه من المدربين وخاصه هؤلاء المدربين الفرنسيين ميشيل دوسايي، هيرفي رونار، دوسابر، المدرب منتخب مصر رغم كل ما يقال عنه وايضا يقوم بعمل. هناك اختيارات يمكن ان نتفق معه ويمكن ان نتفق معه، ولكن النتيجه هي في صفه. ما دام منتخب مصر ينتصر فهو في نهايه المطاف النتيجه تقنعنا جميعا. النتيجه بتقنع بتقنع النتيجه بتقنع نتيجه مقنعه حتى مع الاداء غير مقنع. طب ولكن النتيجه مقنعه. طب تمام، بس النقطه دي بقى مش هسيبك فيها. انا بكسب اكيد، حضرتك طبعا يعني اكثر مني خبره في شفت مباريات المنتخب المغربي تحديدا عشان حضرتك طبعا مغربي. شفت اكيد مدربين مروا على حضرتك كانت نتائجهم ايجابيه لكن ادائهم غير مقنع تماما، هل استنيتوا عليه ولا عارفين ان هو كده كده كان هيجي له وقت ويقع؟ لا، الاعلامي لا يمكن ان يسمح لا انا بتكلم كمنظومه رياضيه في الاتحاد المغربي مش اعلامي. لا سمع الاتحاد المغربي لم في تجاربه السابقه لم يقم باي رده فعل متسرعه. لابد ان هناك تجارب، هناك تجربه مع مدرب ابن البلد اللي هو محمد فاخر. كنا اول متاهلين الى دوره غانا 2008، اول منتخب افريقي يحجز تذكره المشاركه في دوره غانا 2008 هو المنتخب المغربي. تمام. بعدها باسابيع قليله سمعنا خبر اقاله المدرب وتم الاتيان بهنر ميشيل رحمه الله عليه. ليه بقى؟ كان هناك عدم اقتناع بطريقه العمل، ولكن في نهايه المطاف ذهبنا الى غانا وقصينا من الدور الاول. عدم اقتناع. وخرجنا من الدور الاول. اذا ماذا بعد التجربه اثبتت بان القرار لم يكن قرارا منصفا، قرارا محترما. كان قرار متهور. لا يعقل ان مدرب انت وضعت فيه الثقه. انا دائما كاعلامي اتساءل كيف يمكن لمسؤول يختار بمحض ارادته؟ من اختار هذا المدرب؟ هل اختاره الجمهور؟ جميل قوي قوي. هل اختاره النقاد؟ انا عارف تتكلم انت كمسؤول فيه. انت من اخترت هذا المدرب بالضبط، ولذلك يجب ان تتحمل المسؤوليه. هذا الاختيار هو مبني على ماذا؟ مبني على معايير، مبني على شروط، مبني على رؤيه. ما ينفعش اختارك شهرين ثلاثه ومشي. لا يمكن ان اتي بكم بعد اسابيع اقول لك بانك انت مدرب. بس لازم الاختيار يبقى مبني على 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 حاجات محدده جدا زي ما حضرتك بتقول، معايير واسس تماما وسي في كويس جدا. وغير السي في كمان في مدربين عندها سي في قوي جدا لكن بيجي كده، ده اللي انا بتكلم حضرتك فيه، اللي هو كسب بطوله الدنيا كانت ماشيه معاه. لكن انا اهم حاجه عندي مثلا الاقناع، ان هو يقنعني فنيا. تمام. لان لما بتبني كويس هتكسب. صحيح. لكن لما بتكسب من غير اقناع هتقع. صحيح. وانا جيت كنموذج المنتخب المصري، اغيري ما عندوش تجربه على الساحه الافريقيه. لم يسبق بتؤمن بموضوع التجارب الافريقيه والاوروبيه والاسيويه؟ تمام. انت شوف المدربين الناجحين، جمال بالماضي هو جزائري مع منتخب الجزائر، هيرفي رونار فاز بكاس افريقيا مرتين مع زامبيا ومع الكوت ديفوار وغادي في مسار جيد. فاعتقد بانه حتى التجربه الافريقيه يكون عندها دور، تكون عندك معرفه ولو عن بعيد. فلا اعتقد بان اغيري كان متتبع لكره القدم الافريقيه او كان منشغلا بها او يشاهد مباريات لكره القدم الافريقيه للانديه او المنتخبات، ولكن هو كمدرب لاول مره ياخذ تجربه في افريقيا، اعتقد بان ستكون تجربه مفيده. يا رب. تجربة انا مفيده. ولا خوف، لا خوف، انا اقول المنتخب المصري سيتاهل ان شاء الله الى ربع النهائي. احنا كلنا امل، والله كلنا امل ان هذا ليس استخفافا بمنتخب جنوب افريقيا، لا، منتخب جنوب افريقيا منتخب جيد، ولكن المنتخب المصري اعتقد بانه يمتلك المقومات التي ترجح كفته لكي يعبر الى ربع النهائي. جنوب افريقيا خسر من المغرب وخسر من كوت ديفوار، يعني برضو فرقتين مش سهلين. تماما. لما اجي اقيم جنوب افريقيا كنت بتكلم في الانترو قبل ما حضرتك تشرفني،
ان انت تلاعب التالت المجموعه ده مش حقيقي في المعنى الواقعي، ان انا بلاعب جنوب افريقيا خسرانه من مين؟ من منتخب قوي جدا اسمه المغرب، من منتخب قوي جدا اسمه كوت ديفوار، حتى لو كسبت ناميبيا، لكن انت برضو قدمت اداء مش مقنع قوي وكسبت برضو مكسب مش مقنع قوي، فالمباراه شكليا سهله لكن في الملعب وفعليا لا مش سهله. انت جبتني لمباراه جنوب افريقيا. لا لا اتفق معك ولكن هذا كله لا يعني بانه المنتخب المصري مهدد بالخروج، لا ما فيش المنتخب المصري قادر. شوف المنتخب الذي يحترم المنافس اعتقد بان منتخب سيحقق الهدف الذي يسطره. منتخب جنوب افريقيا كان يستعد لحزم حقائبه والعوده الى جنوب افريقيا، فهو كان محظوظا حتى كان مع التوارث الذين تاهلوا الى ثم النهايه بالزبط. وهذا سيشكل حافز لمنتخب جنوب افريقيا، ولكن شاهدنا منتخب جنوب افريقيا في مباراته الثالثه ضد المنتخب المغربي لم يكن مقنعا. انا شفت المنتخب جنوب افريقيا مع الكوت ديفوار ومع ناميبيا كان افضل، مع المنتخب المغربي كان مستواه متذبذب. يمكن ان تقول بان خط المغربي. تماما طريقه وخطه لاعب المنتخب المغربي هي التي شلت حركه المنتخب جنوب افريقيا، ولذلك فهو منتخب سيحاول ان يرفع التحدي امام المنتخب المصري. هسألك على رونار اسئله كتيره جدا، بس احنا لسه متفقين ان في اسئله مبقاش وقتها، عايز اسالك هل هو اقنع ما اقنعش، هل هو مدرب ممكن يمشي ما يمشيش، بس لا خلينا نتكلم فيها بعد الهوا. مرحبا. عشان لازم كل اجاباتك اكيد هتبقى ايجابيه عشان الدوافع انا مقدر جدا، لكن خلينا نقول مباراه المغرب وبنين برضو على الورق سهله، لكن مفاجات دور ال 16 يعني لازم كلنا نخلي بالنا ولازم نعمل حساب. شايف المباراه تكون ازاي؟ هيكون منتخب المغرب شكله ازاي؟ نجومه هيقابل المباراه دي ازاي؟ وشوف مباراه المغرب ضد بنين مباراه لن تكون سهله. لماذا؟ اولا لان منتخب بنين كان يلعب في مجموعه صعبه، كان الى جاء جوار الكاميرون وغانا. الكاميرون فاز في كاس افريقيا 5 مرات بالضبط، غانا فاز في كاس افريقيا 4 مرات بالضبط. فهذا المنتخب رغم صعوبه هذه المجموعه تعادل مع الكاميرون تعادل مع غانا، وكان بإمكانه أن يكسب ضد غانا، انتهت المباراة بهدفين لمثلهما. فمنتخب بنين رغم أنه يشارك للمرة الرابعة في نهاية كأس إفريقيا للأمم، منتخب ما عندوش تجربة على الساحة الإفريقية، ولكن منتخب قوي. وهيرفي رونار هو يعترف أيضا يقول بأن سنواجه فريق منظم على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. لذلك أعتقد بأنه المنتخب البنيني لن يكون بالمنتخب السهل، منتخب عنده لاعبين، اعتقد بانه سيشكل صعوبه للمنتخب المغربي، واعتقد بانه عندما نضع المعطيات على الورق فالمنتخب المغربي هو الذي كفته مرجحه، المنتخب المغربي هو الذي سيفوز. ده اللي بتكلم فيه. ولكن المنتخب المغربي يجب ان يبذل جهود كبيره، ويجب ان يحسن ايضا اداءه، وان يستعد بالطريقه المطلوبه لهذه المباراه، لانها مباراه فاصله. منعا للمفاجات. تمام، مباراة فاصلة تلعب في 90 دقيقة. نحن واجهنا منتخب بنين في 2004 في دور المجموعات، انتصرنا عليه ب4-0 في آخر مباراة من مباريات دور المجموعات. والمنتخب بنين غادر كأس إفريقيا في تونس بصفر نقطة. بالضبط. بصفر نقطة. بالزبط. اليوم نحن نواجه منتخب تأهل ب3 نقاط وفي مجموعة صعبة. لذلك أعتقد بأنه منتخب يستحق أن تضرب له ألف حساب. المنتخبات اللي بتبقى فيها نجوم كبيره يعني بحجم مثلا زياش مثلا في المغرب، محمد صلاح في مصر، بيبقى صعب التعامل معاه كمدرب؟ لا لا اعتقد بانه انا اعتقد بان هذه مساله ايجابيه. عندما في منتخب يكون عندك لاعب مثل محمد صلاح او مثل حكيم زياش او مثل رياض محرز، بالعكس فهذا اعتقد بانه هذه قيمه مضافه، هذه قيمة مضافة. واعتقد لو سألت اي مدرب وقلت له هل تفضل ان يكون عندك في مجموعة أكيد. نجوم متألقين أكيد. او تريد مجموعة اللي هي عادية، يقول لك لا. بتحتاج ذكاء من المدرب في التعامل. تماما، ذكاء وبعد نظر وحكمة وتبصر، لانه دائما المدرب هو اقرب الناس الى اللاعبين. المدرب في بعض الاحيان يقوم بدور المعد، المدرب الذهني يكون قريبا يقوم باعمال يجب ان يقوم بها طرف اخر، الجانب الذهني والنفسي. بالزبط. وهنا تكمن حكمه المدرب.
المدرب يكون قريب من اللاعبين. واعتقد بان النجوميه هناك دائما نسمع ضريبه النجوميه، فاعتقد عندما يكون عندك نجم كبير مثل محمد صلاح او حكيم زياش او غيره من اللاعبين، هؤلاء اللاعبين يجب ان تستثمرهم وان توظفهم في اتجاه البناء واستثمار هذه الطاقات لخدمه المجموعه. اكيد. حتى تكون عندك مجموعه متجانسه ومجموعه متضامنه ومجموعه ترتكز على نكران الذات. لا يهم من سيلعب، المهم هو ان تتضافر الجهود من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه على ارضيه الملعب. اكيد. هو سؤال برضو يعني مش وقته، بس انا عايز اعرف يعني لو حتى خطوط عريضه ازاي تعاملتم مع ازمه مباراه الترجي وقعدتها. انت الان تطرح سؤال متعلق بالفار، وانا عندي تخوف من ان الفار الذي سيعتمد بدايه من ربع اكيد اكيد الفار عامل لنا مشاكل، عامل لنا مشاكل. انا اتمنى ان اكون مخطئا. انا عندي تخوف من اعتماد تقنيه الفار ابتداء من ربع النهائي. ممكن من ايه؟ مشاكل، ممكن ان تحدث مشاكل. مع المفروض الطبيعي العكس اللي يحصل. استاذ عبد اللطيف، هو شوف، تقنيه الفار هي جاءت لتساعد الحكام بالضبط، لتقدم لهم المساعده لترسيخ مبدا تكافل الفرص ومن اجل اعطاء الحقوق لاصحابها. ما حدث في مباراه الوداد والترجي في خاصه في ملعب برادس امر مخجل، امر مخجل لا يليق بصوره وبسمعه كره القدم. فاعتقد عندما تاتي الى المغرب وتلعب مباراه الذهاب في ظروف جيده من الناحيه التنظيميه، هناك اعتماد لتقنيه الفار، وتذهب الى مباراه الاياب فتصدم او تتفاجأ بغياب تقنيه فيديو الحكم المساعد. الجهاز موجود. الجهاز موجود، لا، فهناك تساؤلات مشروعه. هل هناك تحايل؟ هل هناك سيناريو محبك فقط من اجل رد در الرماد على العيون؟ هناك اسئله كثيره مشروعه طرحت انذاك، ولذلك اعتقد وقع يجب ان يستخلص منه الكاف الدرس، لان ما حدث امر بالفعل لا يشرف كره القدم الافريقيه ولا يساير حتى الهدف من اعتماد هذه التقنيه. فحتى بالزبط. الاهداف المتوقعه من هذه، نحن اسانا الى هذه الاهداف. لذلك اعتقد بانه ما وقع نتمنى ان لا يتكرر وان يتم تصحيح ما وقع، ونتمنى انه في ربع النهايه الكاف الان استعانت بمجموعه من الحكام من اوروبا خاصه من اسبانيا، عندهم تجربه في اعتماد تقنيه الفار. نتمنى ان هذه التقنيه التي تعتمد انطلاقا من ربع النهايه ان تساهم في اعطاء الحقوق لاصحابها، وان تساهم ايضا في توفير اجواء التنافس العادل بين جميع المنتخبات. ناخذ ايجابياتها. تمام، عندها ايجابيات كثيره، عندها سلبيات. هي تعاملت عشان هي فيها سلبيات، هناك سلبيات، ولكن ايجابياتها اكثر من سلبياتها. توقف المباراه وكذا لمده معينه من الوقت. بس حقي في الاخر. تماما. بالضبط. يعني انا ابقى مقتنع، خلاص انا اقتنعت بكل حاجه، ان ضربه جزاء مش ضربه جزاء، الكره جت جول ما جاتش جول، اكيد في حاجات كثير جدا. وشفنا في كوبا امريكا تم اعتمادها ما وقعوش مشاكل خالص، وشفنا المنتخبات تقبلت في النهايه قرارات الحكام بصدر رعب. بالزبط. ونتمنى هذه الثقافه ان تسود عندنا في افريقيا. يجب ان نحترم قرارات الحكام عندما يذهبون ويشاهدون اعاده اللقطه في الشاشه. هم حكم الساحه هو صاحب القرار في النهايه، هو الذي سيقرر ما اذا كانت هناك ضربه جزاء مشروعه او غير مشروعه، هدف مشروع او هدف. الحكم هو الذي يتحمل، حكم الساحه هو الذي يتحمل في نهايه المطاف المسؤوليه. اكيد اكيد. قل لي الابرز اللاعبين اللي هيكونوا مؤثرين قوي ايجابيا في الادوار المقبله. لك مجموعه من اللاعبين. في المنتخب مصر كما اسلفت كان هناك محمد صلاح، هناك تريزيغي، في المغرب هناك حكيم زياش، حكيم زياش الذي يتميز على الخصوص في الضربات الثابته وبالتمريرات، تكون تمريرات تماما، تمريرات محكمه. عندك رياض محرز، عندك ماني في السنغال، هناك مجموعه من اللاعبين، ولكن اعتقد بانه اللاعب الجماعي، هؤلاء النجوم اذا لم يكونوا يمارسون او يلعبون في اطار قالب جماعي لا يمكن للعطاء ان يظهر، ولا يمكن للعطاء ان يفرز، ان يعطي الثمار المرجوه منه. لذلك اعتقد بانه اللاعب الجماعي هو الفيصل في نهايه المطاف. اكيد. شفنا احنا المنتخب المغربي لما يلعب بطريقه جماعيه يكون اداؤه افضل، عندما تطغى الفرديات وكل واحد يريد ان يلعب لنفسه، اعتقد بان هذا يؤثر على عطاء المجموعه. انا معاك جدا، بس ساعات بتحصل العكس بقى، ان انا مثلا كمحمد صلاح مثلا انا عايز العب جماعي لكن الفرقه مصممه ان هي تلعب لي،
فاللعب بيظهر في الشكل العام ان هو لعب فردي، كله عايز يدي لصلاح، عايز يدي لزياش، عايز يدي لمانية، عايز يدي المحرز، فبتشوف الدنيا في الاخر ان هو بتعتمد على لعيب واحد مع ان هم اللي فرضين عليا كده. ولكن محمد صلاح هو العيون متربصه به. شوف المدافعين شفناه في المباريات، فاكثر من لاعب قبل ما تاتي الكره عند صلاح تجد ثلاثه لاعبين او اربعه لاعبين يحاصرون محمد صلاح. محمد صلاح كاسم، واي لاعب يتمنى يلعب بجوار محمد صلاح. عندنا مثل شعبي كده بيقول العيار اللي ما يصيبش يدوش. تماما. فحتى لو هو محمد مش في فورمته فهو شاغل اللي حواليه. تماما. خارق بالبالة، خارق بالظبط. الفريق المنافس هو غير مرتاح، دائما يفكر في محمد صلاح. بالظبط. فهذا الانشغال بمحمد صلاح هو الذي يفتح الطريق للاعبين اخرين لكي ينجزوا المهمه على احسن وجه. اكيد اكيد. قول لي لو هترشح فريقين بصرف النظر بقى مغرب او مصر، يعني حضرتك في عينيك حضرتك شايف مين اقوى فرقتين ممكن نشوفهم في الادوار النهائيه او الدور النهائي او المباراه النهائيه؟ هو صعب. صعب. انا استطيع ان اقول بانه امنيتي اتمنى نهائيا مغربيا مصريا. طب شايف الجزائر ازاي؟ منتخب جيد، في بصمه للمدرب جمال بالماضي، مدرب كفء، مدرب مقتدر، يقوم بعمل كبير ايضا، هو من المنتخبات. فانا لا استطيع ان اقول لك بانه هذا المنتخب هو الذي هذا المنتخب او ذاك المنتخب سيكونان طرفي في النهائي، صعب لا استطيع. ولكن هذه المنتخبات اللي هي مصر والمغرب والجزائر والكامرون، فهمتي، كل هذه والسنغال، كل هذه منتخبات مدغشقر ممكن نشوف، لا يمكن ان نستهين بهذين المنتخبين مدغشقر واوغندا وايضا الكونغو الديمقراطية. هناك ممكن تحدث المفاجأة، ممكن تحدث المفاجأة. صحيح الذي سيحسم في كل هذه الاشياء هو عنصر واحد، هو عنصر التجربة. عنصر التجربة هو الذي سيحسم في هذه الامور. ولكن اعتقد بانه مدغشقر أبانت، شفنا المباراة الكبيرة اللي أدتها أمام نيجيريا كيف كانت قوية في جميع المباراة ديالها، منتخب جيد، منتخب يستطيع أيضا. وأوغندا والكونغو الديمقراطي، أنا أقول أيضا الكونغو الديمقراطي عنده منتخب جيد. بالضبط. الكرة العربية راحة فين من الكرة الأفريقية؟ كرة القدم العربية هي في تطور، في حجم تطور الكرة الأفريقية؟ لا هي أفضل. انا اعتقد بان كره القدم العربيه هي افضل. جميل قوي. نشوفوا اليوم، نشوفوا المنتخب كوت ديفوار، منتخب كوت ديفوار تراجع مستواه كثيرا، الكاميرون ايضا تراجع مستواهم، يلا شفناهم في المده الاخيره في دوره الكابون رجعوا من بعيد بعد ان فقدوا الشيء الكثير. ولكن اعتقد بان كره القدم العربيه هي ايضا تمضي في الاتجاه الصحيح، والان كره القدم في جنوب الصحراء هي في تطور، ممكن هناك سرعتين مختلفتين، لانه من يعتبر نفسه متاخرا يحاول ان يجتهد اكثر ممن يعتبر نفسه وفي مستوى معين. ولكن اعتقد بانه هذا بالعكس، هذا يفرض على منتخبات شمال افريقيا ان تجتهد وان تطور اساليب عملها، لانه منتخبات جنوب الصحراء هي ايضا تتطور ويمكن ان تلحق بها ويمكن ان تنهي الهيمنه. فاخر فوز لمنتخب من شمال افريقيا بكاس هو المنتخب المصري في 2010. أكيد. منذ سنه 2010 لم يفوز اي منتخب بكاس من شمال افريقيا بكاس افريقيا الامم. لذلك نتمنى ان دوره 2019 يكون فيها استعاده لهذا الدور الطلائعي لاحد منتخبات شمال افريقيا. يعني اخر سؤال اساله لحضرتك، يعني الوقت مر مع حضرتك بسرعه جدا، ما تتمناه للرياضه العربيه والافريقيه؟ بالفعل أتمنى الرياضة العربية والإفريقية كل ازدهار. دائما أنا أقول بأن الرياضة هي عامل مهم في توطيد وتعزيز العلاقات بين الشعوب وبين الشباب الرياضي. الرياضة هي التي تستطيع أن تحقق هذا التقارب، أن تحقق هذا التعارف. الرياضة هي التي تستطيع أن تذوب المسافات، وأيضا أن تلغي مثلا النظرة السيئة للآخر تجاه غيره. الرياضة تبني، الرياضة توطد العلاقات وتخلق الثقة. وأعتقد بأنه في الرياضة نتعلم أشياء كثيرة. أكيد. نتعلم حب الآخر، نتعلم معنى التسامح، نتعلم أيضا معنى التعايش، ونتعلم أيضا بأنه المباريات لا تنتهي، يمكن أن تفوز علي اليوم وتنتهي المباراة، ولكن بعد مدة قصيرة يمكن أن نلتقي مجددا. الرياضة
تجعل العلاقات تستمر بغض النظر عن النتيجة. نورتني وشرفتني، وما شاء الله عليك وجهة مشرفة بجد جدا إن شاء الله المغربية، ونورتنا في بيتك الأهلي وأكيد في بيتك مصر. وأنا سعيد، وأنا سعيد بالمشاركة معكم في هذا البرنامج، وأتمنى لك كامل التوفيق والنجاح، وأتمنى لقناة الأهلي مسارا مزدهرا بإذن الله، وأتمنى أيضا لنادي الأهلي كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا أستاذ عبد اللطيف المتوكل الناقد الرياضي المغربي ورئيس رابطة الصحفيين الرياضيين بالمغرب، كان ضيفنا هنا في قناة الأهلي، وحاجة جميلة جدا أكيد استمتعتوا بالحوار زي ما أنا استمتعت بيه تماما. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل العزيز محمد سعيد والنجم الكبير كابتن بدر رجب، استنوهم ودايما بتشرف بيكم، ومع ألف سلامة.